السلام عليكم، اسعد الله مساكم كل خير. مساء الخير، مساء الورد على الجميع. الدعوه شفتوها، افتتاح موزع معتمد لشانجان بالجنوب، بالذات في ابها وخميسهم شيط وجازان. راح يكون جميع الثلاث مدن هذه فيها فرع خاص لشانجان، وبنفس الوقت كشوروم انه معرض تقدر تشوف فيها سيارات شانجان، كذلك قطع غيار، كذلك صيانة. شركة سمو للسيارات، موزع معتمد لشانجان. هذا الفرع الجديد إن شاء الله بتشوفون التغطية كاملة بإذن الله. مجال 3S كوننا شركة سمو تكون متخصصة. طيب هذا بخصوص شركة. طيب ليش اخترتوا الماركة شانجان؟ ليش شانجان خاصة؟ كان ممكن تاخذوا علامة ثانية. وعندكم انتوا مالتي براند. عندنا مالتي براند، عندنا شانجان بدون تزييف وبدون اي شيء. شانجان الفترة الأخيرة صار منافس قوي البراندات او اللي له 30 40 سنه موجود في السوق. شانجان متميزه في السعر، خدمات ما بعد البيع، العيار، المنتج مختلف. طيب واللي يقول، ودائما هذه تسمعوها، اللي يقول لك انه السيارات الصينيه بصفه عامه ما عندها الاعتماديه زي السيارات الكوريه واليابانيه، وش ترد عليهم؟ احنا والله نحب التنافس. السلام ورحمة الله، ورحمة الله وبركاته. سهلا. هلا هلا الأستاذ أحمد مجرشي.